السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته حبيبه قلبي. ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير بصحه جيده ان شاء الله. اليوم حبيبه قلبي جبت لكم ثاني اكله صيفيه، يعني تكتوكه تاع زمان. هذه كانت ديرها يما ونزيد معها نرافق يعني هاد التكتوكه كسره تاع الفرينه كومبلي. بسم الله دوك ندوزو قبل التكتوكه تاعنا، حنديروها بزيت الزيتون، نتوما تقدروا ديروها بزيت المائده. عندي حبه طرشي حمراء، وحده خضراء، عندي زوج بصلات، ثلاثه طماطم هكذا نحيت لهم القشره وعصرتهم، نحيت لهم هذيك الزريعه، وعندي زوج فصوص ثوم، وعندي مغرفه تاع قهوه تاع يا ربي راحت لي تاع الهريسه. حبوا ديروا الطوماطيش تاع البواطه بصح بالهريسه تجيكم بنينه، يعني هذا اختياريه. الخضره الاولانيه كي نديروا هذا البصل ندير قبل مغرفه هكذا تاع الزيت ما نعمرهاش، يعني مغرفه تاع العشاء هكاك تقدروا تقولوا مغرفه تاع العشاء. هذا مكان اللي ندير. من بعد تشوفوا المراحل واحد اخرين حبيبه قلبي. دوك حقطع البصل نديرو على طريقه كيما كانت دير يما، كنديرها لنا هكذا هكذا طويل ونقطعوها رقيق هكذا حتى نكمل كاع هاد البصل. لو كان جوز الفلفل تاعي هكذا نسيو نحولو هاد الابيض ونقطعه رقيق كيما هذاك البصل. بسم الله هذا كيما داك البصل باش يجي كاع كيف كيف يتمشى مع هذاك البصل، ماشي فلفل خشين وتكتوكه وبصل رقيق. وهاد الثوم نقطع هكذا باش ما تبانليش، نعاود ندير لها هكا ولا رابيوها. انا ما حبيتش نرابيها باسكو نوكها اكيد نرابيو، وكي نقطعو حبيبه قلبي ماشي كيف كيف هكذا هكذا حتى نكرازيها. هايلي سهله يعني ماشي حاجه واعره، باسكو كي نرابيو وكي نقطعو كل وحده تعطي النكهه تاعها. هكا كانت ديرها يما هايلي فوالا. هاي ليك حبيبه قلبي، هاي ليك كيفاش درتها. دوك نحطها فوق النار ونزيد لها هذيك الهريسه ونغطي عليها ونحطها ابتي فو. دوك ثاني حنقطع هذيك الطماطم نديرها مربعات صغار هكذا، قشرناها ونحينا لها الزريعه هكذا حتى نكملها. وانا مازال ما خلطهاش، خليتها هكذاك غير بالعقل. هاكو شفتو ما درناش بزاف الزيت، هاكو شوفو دبال هاوليك، نقصت له مليح باش ما يتحرقليش وما مطوي دبال لي. هاوليك شوفو كيفاش نقصت هكا. دوكا صح يعني ما هاد التكتوكه. دوكا واش حنزيد هاوليك دبال بصح مازال ما طابش. هاكا نفتح مليح هذيك يعني طرونشه تاع البصل. وهاد التكتوكه ما نديرولهاش التوابل، درتها لكم على طريقه يما ربي يحفظها لي. ونزيد هذيك الطماطم هاي ليك ونقص توجور النار ما نزيدش، ونخليها هكا ما نقلبش. لو كان جوز الكسره تاعنا ليك دوك نشعل الطابونه هادي تاعي ونقص نقص مليح باش ما تحرقليش الكسره تاعي، باسكو حنشعل كاع هادو هاد الكانون فوالا هكدا. باش علاش حبيت نوريها لكم تعرفوا كاع تشعلوا الطابونه، يعني ماشي حاجه مي هادي طويله اللي شريتها وريتها لكم، لازم كي نطيب نحي هادي هادي باش تريسبيري الطابونه تاعنا. هاي ليك باش يكون الهواء يدخل من التحت، سينو توفي كي نغلق
هذه لا بلونش باسكو هذه ثقيله، ندير عليها المحاجب والكسره. كي نحب ندير الكسره تاعي باش نغاول نحطها هنايا، سينو نزيد النقط شويه يعني باش ما تحرقليش الكسره تاعي. طيب لي مليحه ومشي خضره. دوك نحطها تسخن وندوزو ليك الكسره تاعنا. دوك نضرب طله تشكتوكه تاعي، هاكو تشوفوا ما شاء الله الالوان. هذيك البصله هاي بدات تطيب، هاي ليك، وبلا ما طلقت طماطيش يعني طلقت شويه الماء تاعها، هاكو تشوفوا هاوليك هاوليك باش تشوفوا يعني هاد المراحل. حبيت كاع نوريهولكم. وهنا دوكا حندير الزيت، زيت الزيتونه مغرفه وحده، زوج، ثلاثه، هذا يعني دامورجه شي حاجه ماشي مليحه هكا دوكا باش تجي يعني مدهونه تكتوكه تاعنا. دوك نشوف سيلوفو نزيد لها مغرفه وحده، نزيد مغرفه وحده باسكو لازم تكتوكه تاعنا تاع البصل كل واحد كل هكذا كل وحده هذه تاع البصل تكون لازم دهونه ما تكونش هكاك شغل طيبه في الماء هكا. ونزيد نقص لها توجور نخليها هكذاك هكذا فوالا هكذا، مازال ما درتش الملح. دوكا ندير الملح هكا فوالا ونخلي يزيد يتكتك في غرضو. هنا دوكا ندوزو الكسرة تاعنا يعني تاع الفارينة الكاملة هاي ليك. بسم الله هنايا عندي كاس تاع سميد رقيق ونزيد معاه 4 كيسان تاع الفارينة كاملة، وهذه ما نصيروهاش باش ما نحيوش هذيك النخالة. هكذا كاس واحد زوج هندير ربع يعني كيسان هذا الثالث ونزيد الرابع يعني الخامس بالسميد نورمال سميد رقيق اللي درت هانا. هاوليك حبيبة قلبي درنا 4 الفارينة الكاملة، هاوليك 1 2 3 4 والخامس سميد رقيق. دوك ندير هنا تاني عندي نص مغرفة من نص تاع سكر حبيبات كريستاليزي ونص تاع مغرفة تاني تاع قهوة تاع الخميرة تاع الخبز، ونزيد قيس هكاك 2 مغارف تاع العشاء تاع جلجلان. انا حبيت ندير جلجلان بيض باش ما يكحليش الكسرة تاعي، ونزيد الملح فوالا سي بون. نتوما هكا ديروا قيس مغرفه تاع قهوه تاع الملح، نخلط قبل هاد النواشف يجيكم ولا اروع صحيه. نزيد هذاك الكاس الى الربع نص زيت زيتون نص زيت المائده، والطاجين تاعنا راه يسخن بعقلو لو طون راني ندير في الكسره تاعي والتكتوكه تاعي راه يطيب يعني بعقلها بالعقل. هكا نبسسها ها هكذا يعني هاد التكتوكه طلبوها للمشتركات، قلت نبارطاجيها معاكم على حسب طريقه اللي بعث لي اللي علمتها لي يما. وحبيبه قلبي واللي عجبكم الفيديو ما تنساونيش دعموني، كثروا لي الدعم لايكيو وبارطاجيو وفعلوا الزرش باش يبقى وصلوكم مي فيديو تاعي ولي فيديو تاعكم نتوما. حبيبه قلبي هاد لاشين ماشي تاعي وحدي، قد ما تدعموني وتشتركوا في القناه يبقى وصلوكم غير الجديد ان شاء الله يا ربي.
هكا باش تكبر العائله تاعنا تاع القناه تاع دالي ما كويزين والقناه تاعكم. هكذا راكم تشوفوا دوك ندير الماء نعبر لكم ثاني بالكاس خير. بسم الله هكذا عمرت حتى الفم بسم الله على بركه الله. ندير كاس واحد ونخلط ونزيد الكاس الثاني نفرغ تدريجيا ماشي على الضربه. هاوليك الكاس الثاني معمر زيت شويه يعني هاد كتوكا اكله صيفيه بكري كي كنا نهبطوا للبحر ابار كي كان يدينا عمي الله يرحمه حنا نزيدوا له بابا كنا ناكلوا بزاف لي ريستوران بصح تكتوكا كنا نحبوها بزاف نديروها ساندويتشات بلا ما نهضروش كلينا كاع يعني الله يرحمه ان شاء الله يسقى رزق بعيد بدرافيت الجنة ان شاء الله. هكذا هادي دوكا ما نجيش نعجنها راني نكورها برك هكذا ونخليها ترتاح لو طون نقي لو بلون دو طرافاي تاعي. هاوليك الكاس الثاني واش دات لي كاس الا ربع يعني كاس زائد كاس الا ربع. لو طون نقيت لو بلون طرافاي تاعي راني وليت ما مقبله. سمحوا لي حبيبه قلبي غلط باش نقول لكم كاس الا ربع هو كاس تاع الماء وربع كاس. هكذا نخليها كوتي ترتاح وندوز لهادي ومقبل ما ندوز لهادي ندير شويه زيت الزيتون هنا في الطاجين تاعي. ندير شويه زيت الزيتون ونمسح نحل هكا قبل باليد ونبسطها بالحلال باش نقول لكم سوتو كي تزيدوا لها هكا جلجلان يعني جلجلان صحي بزاف بزاف. فوالا درتها ماشي خشينه ماشي رقيقه مليحه برك هاي ليك. هكذا نسويها باش تجيني دائري ونحطها في الطاجين. فوالا وكي تحبوا تجيكم يعني دائري ما نديرو هكا بالكوبات باش تجيكم يعني استقبايلي تحبوا لتي مدور يعني كسره مدوره هاي ليك. ونجيب لا فورشيت ونبدا نبيكي هكذا يعني كي نعجز ندير الطاجين نحط برك هنايا واللي كيدي من داك ندير ربع خبزات كي نديرهم صغار اللي كيدي الخدمه يعني هايل بزاف هاد الطاجين هاد لابلاك تاع الطابونه. فوالا حل قلبها هاي ليك هاكو شتو ما يلصق ما والو هايل. هاهو شوف هاكو تشوفو ما لصقت ما والو هايليك ممطوح داك البصل راه يبريي زيت الزيتون الله الله ما فيهش بزاف الهدام يعني هداك الزيت اللي درنا دوكا صحي ما قليناش. دوكا نزيد زوج حبات هكذا بيض
نخلطهم. ونزيد هكا من فوق. هذه هي تكتوكة صيفية تاع الصيف بالكسرة. الله الله سوتو كي تكون حارة. واللي ما حبتش الهريسة تقدر دير هذاك فلفل حار الخضر. انا ما عنديش، درت هريسة هذا ونقص توجور. هاوليك شوفوا حبيبة قلبي توجور نقص. هذه أكلة تجيكم الله الله كي تكون هكاك الله الله مجمرة. ونرجع لها للطن. هكذا نعبزو شوية ماشي بزاف. كنشوف مازال ما طابتش، نزيد لها حتى طيب حبيبة قلبي. ونتلاقاو إن شاء الله في طبق التقديم. هاي اللي كملنا حبيبة قلبي، هذا هو العشاء تاعي. درنا تكتوكة على طريقة يما، ربي يحفظها لي يحفظها لنا كاع. درتها بزيت الزيتون، شفتوا كيفاش طيبتها يعني صحية. درت لها غير مغرفة تاع العشاء كي طيبت هذيك التكتوكة. كي قريب طيب هذيك الطماطم اللي زدت لها يعني 4 مغارف ولا 3 والله ما شفيت. وزدت يعني عقدتها بزوج حبات بيض. وهاد التكتوكة حارة، كما تقدروا ديروا لها الهريسة، كما تقدروا تعوضوا لها بالفلفل حار، هذا اختياري. وهاي لك الكسرة تاعنا تاع قمح الكامل، تاع فرينة القمح الكامل. شوفوا كيفاش جات هايلة كما البيمو. هكذا دوكا نجيب مغرفة، شوفوا كيفاش جات ما شاء الله. شوفوا شوفوا الله الله روعة. هكذا ندير شوية مديك تكتوكة هكذا هنايا كيما بيتزا. حنا كنا نديرو بزاف هكا كسرة في الصيف مع تكتوكة. هادي سي تامبلا دوك ندوقها معاكم. بسم الله. شحال هايلة وحارة وعندها نكهة زيت الزيتون ولا أروع. مع الكسرة تاعنا فيها جلجلان يعني هايلة بزيت الزيتون والفرينة تاع القمح الكامل ولا أروع. حبيبة قلبي فرحوني باللايكات تاعكم وبارطاجيو لي وزيدوا فعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم لفيديو حبيبة قلبي في فيديو واحد آخر إن شاء الله. سلام.